السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات. إن شاء الله اليوم غنقدم لكم طنجية اللي غنقدوها بالدجاج. كما تقدري تقديها باللحم، يعني بلاصة الدجاج كديري اللحم ونفس المقادير، يعني غير اللحم هو اللي كيتبدل. عندي هنايا طريفات ديال اللحم كمية اللي بغيتي، عندي هنايا كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت العود والزيت العادية، عندي معلقة ديال السمن، كاس ديال الماء حامضة مصيرة، ثومة هكا صينة، عندي هنا ورق سيدنا موسى، شوية ديال زعفران شعرة إلا ما عندكش ماشي مشكل، عندي هنايا معلقة ديال الكمون والملحة، غنديرو غير شوية ديال الملحة ما نديروش بزاف حيت الحامض مالح والسمن حتى هو مالح. ندوزو دابا للطريق. كناخدو الكوكوط حيت هاد الطنجية هادي غادي نصيبوها في الكوكوط إلا ما عندكش هذيك اللي كطيب عند الفرناتشي. كناخدو طريفات ديال الدجاج اللي عندنا، كنضيفو العطريه كامله، نخلي غير الحامض باش نقطعو، حتى الثومه خليها صاينه ما تحكيهاش. ناخد الحامض نقطعو طريفات على ثلاثه بحال هكا، نضيف الماء، غير كاس ديال الماء كافي هو اللي غادي يطيب لينا الدجاج. نديرو كاس مخلط زيت العود والزيت العادية، نديرو السمن حتى هو كيجي زوين مع الطنجية بحال هكا، تقريبا معلقة كبيرة. دابا الحال راه سخون راه دايب السمن، صافي كنحركو هادشي مزيان، دجاج مع العطرية وهاد الطنجيرة كتجي زوينة، راه معروفة عند المراكشيين واخا هما كيديروها باللحم. صافي كنحركوها مزيان، هيا كتولي لنا بحال هاد الخليط هذا. كنشدوها كنسدو عليها الكوكوط وكنخليوها فوق البوطة، وكندير البوطة مهيلة بزاف بزاف كاع، كنديرو شمعة وكنخليوها مدة تقريبا ساعة ديال المكانة. صافي وكنحلو عليها حتى كتكوني كتشمي ديك الريحة ديال الحامض مصير والثومة والدجاج ورقة سيدنا موسى كيطلقو الريحة ديالهم. صافي كنطفي عليها، نديرها أنايا فوق البوطة تقريبا ساعة ولا ساعة ونص، شحال ما هزات ليا تقريبا ساعة ونص كاع الكتير، ونطلعو ان شاء الله باش نوري لكم كي ولات من بعد ما طابت. انا حليت على الكوكوط من بعد ما خليتها تقريبا ساعة ديال الوقت اللي شدات لي، ها هي كتكون بحال هذا الشكل هذا، نخليها غير شي شوية تجمر، باقي فيها ليدام، اللي كيبغي ليدام يخليهم. ها هو هي راها طيبة، صافي نخليها غير واحد الشوية ونقدمها ان شاء الله. انا طفيت عليها، خليت شويه ديال البلول شويه ديال المرقه، نقدمها في طباسيل كما تشوفوا طايبه. كتجي زوينه كتجي بنينه والريحه ما نقولكمش، ريحه ديال الحامض مصير مع الثومه ورقة سيدنا موسى. ناخدو الحامض حتى هو نحطوه، نحاولو نحيدو الورق ديال سيدنا موسى ما نحطوهمش، وحطو الثومة حتى هي اللي بغاها كيحطها راها صاينة. هو باقي عاد الحامض. بالنسبة للبلول تقدري تضيفي شوية، انا ما غاديش نحط الثومه، خليها هو الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا بالدجاج. كتجي زوينه، هي طايبه كما كتشوفوا، هي طايبه من الداخل ومحمضه. بالنسبه اللي كيبغي الحامض
نسمة ديال الحامض، كتعطيه واحد البنه زوينه. انا رافقتها مع سلاده ديال الخس، ضروري شويه ديال الخس ولا سلاده مع طنجيه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو، دير ليا جيم الفيديو وتجربوها، راه كتجي زوينه وكتجي رائعه. والى فيديو لاحق ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه.